أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذا المساء، نطرح عليكم ملفان وهذه عناوينهما. على خطى كوشنر جرين بلاتين في أنباء سربت حول تضمن صفقة القرن كونفدرالية بين إسرائيل والأردن مع السلطة الفلسطينية. الإدارة الأمريكية تؤكد نيتها طرح الصفقة بعد انتهاء نتنياهو من تشكيل الحكومة الإسرائيلية. وسط معارك بين قوات حفتر والقوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، السراج ينتقد دعم باريس لقوات المشير، وإيطاليا تحذر من مغبة موجات نزوح ليبية، والقمة الإفريقية دعت إلى ضرورة وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة. رويدا رويدا، باتت الأطراف الأمريكية تتطرق لما ينشر من تسريبات حول صفقة القرن الأمريكية نافية أيا مما نشر. فمبعوثي السلام للشرق الأوسط نفوا سابقا أنباء تحدثت عن توطين الفلسطينيين في سيناء، وبعدها بقليل نفى البيت الأبيض أنباء أخرى تحدثت عن عدم تضمن صفقة العصر دولة فلسطينية. ولا يقتصر الأمر على ذلك، فجرينبلت وفي تغريدة على تويتر نفى ما يتداول عن صفقة تتضمن كونفدرالية مع الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، وما قيل عن مسعى لتوطين اللاجئين في الأردن. فماذا إذن تتضمن الصفقة الأمريكية للسلام؟ النقاش بعد التقرير. بعدما تأجلت على مدار 18 شهرا مضت وسط ترقب كافة الأطراف الدولية والإقليمية لمعرفة تفاصيلها، قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر إن الإدارة الأمريكية سوف تعلن عن صفقة القرن في حزيران المقبل بعد انتهاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تشكيل ائتلافه الحكومي الجديد. صفقة ووفقا لكوشنر تحتوي على أساليب مختلفة لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بمعنى أنها لن تتم وفقا لحل الدولتين. هذه المنطقة لا يوجد أي حديث عن أمن أو استقرار أو سلام دون وصول الشعب الفلسطيني لحقه بالحرية والاستقلال ونيل باقي حقوقه في العودة وتقرير مصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. قيادات فلسطينية أكدت أن أي خطة سلام لا تتضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وحلا عادلا لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق المبادرة العربية والقرارات الدولية سوف يكون مصيرها الفشل، كما وأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تجد أي طرف يتعامل معها في الصفقة ما دام هناك رفض فلسطيني لها، فضلا عن رفض الموقف العربي لتلك الخطة واعتبارها تصفية للقضية الفلسطينية. أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل بالتنازل لا عن حقوق الوطنية ولا عن حقوق الإنسانية والمدنية، ولا توجد أي قيادة فلسطينية لا الآن ولا في المستقبل تستطيع الموافقة على هكذا حل ينتقص من حقوقنا الوطنية. الجانب الفلسطيني أكد أيضا أن اليمين المتطرف في إسرائيل يستغل ضجيج الصفقة الأمريكية لفرض مخططات استعمارية من شأنها السيطرة على المزيد من الأراضي. حول ذلك انضم إلينا في الاستوديو السيد إسحاق ليفنون السفير الإسرائيلي الأسبق، مرحبا بك سيد إسحاق. أيضا انضم إلينا السيد مارك شولمان مراسل مجلة نيوزويك الأمريكية، وعبر سكايب من عمان ينضم إلينا مدير مركز دراسات الإسرائيلية في عمان دكتور عبدالله صوالح، مرحبا بك سيد إسحاق. أبدأ معك في التصريح الأخير لجرينبلت بنفيه ما نشر من أنباء حول تضمن هذه الصفقة كونفدرالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن، كيف يمكن أن نقرأ هذا التصريح؟ أولا هذا ليس التصريح الأخير، هذا التصريح الذي سمعناه اليوم، بما أنه لدينا وقت لغاية بعد رمضان لنشر هذه صفقة القرن. أنا أظن أنه في هذه الأوان وهذه الأيام نحن نواجه يعني سرب من التسريبات، ومن الصعب جدا أن نعرف ما هي الحقيقة بذلك. لذلك نحن نطرف الفلسطيني هو على طول المدار يقول لا، هذا لا صحيح وهذا لا صحيح وهذا لا صحيح، لا كونفدرالية صحيح ولا سيناء صحيح ولا دولتين صحيح والأخير. ما هو صحيح؟ علينا أن نرى ما ستكون صفقة القرن. ما يبدو، وهذا ما يبدو، أن هنالك أساسين على هذه الصفقة. الأولى هي الأمن، والنقطة الثانية هي الاقتصاد، الانتعاش لكي الشعب الفلسطيني والشعوب التي تعيش في هذه المنطقة تنتعش اقتصاديا، ويتيح إلى الفرصة أن تتقدم في حل سياسي. هذه هي الركنين اللي أنا أراها في صفقة القرن.
طيب سيد مارك أنتقل إليك، أي رسائل تريد إرسالها الولايات المتحدة الأمريكية بنفي هذا الأنباء؟ في البداية البيت الأبيض نفى الأنباء التي تحدثت عن أن صفقة القرن لا تتضمن دولة فلسطينية. الحديث عن سيناء نفي أيضا من قبل كوشنر. الكونفدرالية بين إسرائيل والأردن والسلطة أيضا نفيت من قبل جرينتات. ما هي الرسائل التي تريد الإدارة الأمريكية إيصالها قبل شهر من الإعلان عن الصفقة؟ انظر قبل كل شيء، البيت الأبيض يختلف. أعتقد أنهم يحاولون يكونوا متحاذقين، يحاولون أن يخرجوا الكثير من الدخان كي لا يعرف أحد أي شيء، وبعدها يكون مفاجأة بما يرغبون فعله. لا أعتقد أنهم مستطيعون أن يكونوا ما فيهم من يملكوا ما فيهم من القدرة لفعل هذه الخطة. غريبلت إذا كانوا يحبونه أو لا، إنه رجل جدي من ناحية برنامج العمل وبرنامجه، لا شك أن لديه خطة. كوشنر لا أعرف إذا كان لديه. أعتقد أنهم يرغبون في بالرغم من كل شيء أن يجلبوا مفاجأة معينة عندما يعرضوا هذه الخطة. لا أعرف ماذا ستكون هذه المفاجأة، ولكن يريدون أن تكون مفاجأة وألا يقول الناس إنهم يرفضون هذه الخطة جملة وتفصيلا من أصلها. أعتقد أنهم أيضا لا يريدون أيضا أن يورطوا نتنياهو ويصعب ويعقد عليه مهمة تشكيل حكومة. لذلك كل يستطيع أن يفهم ما يريد من هذه التسريبات. اليمين المتطرف يستطيع أن يفهم شيئا ما، الليكود يستطيع، الطبيعيين نوعا ما يستطيعون أن يفهموا شيئا مختلفا. لذلك حين سيأتي نتنياهو ويقول الجميع لا تهتموا، أنا سأهتم بالموضوع كامل. لذلك أعتقد أن هذا النمط المركزي، التوجه المركزي، ولكن لا يمكننا أعطي زيادة أن أعطيهم كريدت أكثر من اللزوم بالنسبة لحضقتهم. البيت الأبيض، البيت الأبيض اليوم لا يفهم العواقب الثانوية لما يقوم بها. البيت الأبيض لا يفهم ما هي العواقب والتداعيات الثانوية بالنسبة لقراراته. إنه البيت الأبيض يقوم يتخذ قرارات ألف باء جيم دال ولا يعرف كيف تتخذ الأمور بين بعض البعض. لذلك سننتظر ونرى. جلسنا وتحدثنا وتداولنا عن صفقة القرن أكثر من مرة، وأعتقد أنه بعد سنتين لا نعرف أي شيء إضافي مما كنا نعرفه في اليوم الأول. تفضل سيد ليونو بسرعة. لا، أنا أظن علينا أن نعطي فرصة للولايات المتحدة، بل ننسى أنه غرينبلت وكوشنر يعني في فترة سنتين يدرسون هذا الموضوع. يعني هو غير منطقي أنه يأتوا في أي برنامج أو صفقة بدون أن يدرسوا ما هو الوضع على الأرض، سواء مع الطرف الفلسطيني أو الإسرائيلي أو الأردني والآخر. طيب سعود إليك دكتور صوالح، أنتقل إليك. على ما يبدو هذه الرسالة في تويتر من قبل غرينبلت موجهة بشكل أو بآخر، وبدأها بالحديث عن الأردنيين والأردن بأنه ينفي أي أنباء تتحدث عن كونفدرالية بين السلطة وإسرائيل وأيضا الجانب الأردني. في الأردن كيف يتم قراءة ذلك بعد الحديث من قبل العاهل الأردني عن ضغوطات يتعرض لها الأردن فيما يتعلق بما يشاع عن هذه الصفقة؟ أعتقد أن في الأردن هناك ارتياح كبير اليوم بعد نشر هذه التغريدة، ويجب أن نلاحظ أن التغريدة اقترنت بالتزام الولايات المتحدة بأمن واستقرار الأردن. كانت هناك إشاعات كبيرة، ولهذا سبب اليوم هنا ارتياح في الأردن، بسبب أن الإشاعات التي خرجت من عدة مصادر تقول أن هناك عملية توطين للفلسطينيين، وهناك الأردن ستصبح وطن بديل، وهناك كونفدرالية ودور أردني في الضفة الغربية. كل هذه الأشياء تبخرت اليوم في هذه التغريدة التي أتت من مصدر يعمل على هذه الخطة. أنا شخصيا التقيت بالسيد غرينبلت، وكنت يعني متفقين على استقرار الأردن ودعم الأردن اقتصاديا ومصلحة الولايات المتحدة. طب إذا ما كانت هذه الخطة الأمريكية والهدف الأمريكي، لماذا العاهل الأردني خرج في مرات عديدة وتحدث عن ضغوطات عربية ودولية على الأردن فيما يتعلق بقبول أمور يرفضها هو وأيضا الأردنيين؟ الموضوع الذي يتحدث عنه جلالة الملك يتعلق بالقدس بشكل خاص، يتعلق بعدم دفع الأردن لاتخاذ مواقف لا تقبلها القيادة السياسية في الأردن ولا يقبلها الشعب الأردني. لكن ذلك لا يعني أن هذه التغريدة قد حلت كل مشاكل الأردن أو كل مواقف الأردن تجاه صفقة القرن. هناك الكثير سوف ينشر من هذه الصفقة. يعني نحن نقول دائما أنه يجب أن ننتظر حتى نعلم ماذا في هذه الخطة. كل ما سمع في الإعلام ثبت أنه غير صحيح فيما يتعلق في سيناء، فيما يتعلق في الأردن، فيما يتعلق بالفلسطينيين بالقدس. أعتقد أن هناك كثير من الشائعات، قليل من الحقائق، واليوم
يعني الإدارة الأمريكية تحاول أن تخرج بعض الحقائق حتى يتم التعاطي مع هذه الخطة بإيجابية. وأعتقد أنه تصريح غرينبلات اليوم يعني مهد على الأقل لقبول الفكرة من حيث المبدأ كخطة سلام وليست اتفاقية وليست معاهدة. الذي لا يفهمه معظم الناس في المنطقة أن هذه خطة ومقترح وليس اتفاقية، يعني قابلة للنقاش، قابلة للرفض، قابلة للقبول، قابلة للتعديل كأي خطة أمريكية سابقة. ما يحاول بعض الجهات تصويره في العالم العربي أن هذا قرار يأتي من الإدارة الأمريكية ويفرض على العالم العربي، هذا غير صحيح. لا الإدارة الأمريكية تنوي عمل ذلك، ولا العرب لديهم الاستعداد على قبول إملاءات من الإدارة الأمريكية فيما يتعلق في القضية الفلسطينية. كل ما في الأمر أنها خطة قابلة للتفاوض، ولكن نريد أن نرى إيجابيات وسلبيات هذه الخطة. نعم، دكتور عبد الله صباح مدير مركز الدراسات الإسرائيلية في عمان، كنت معي عبر سكايب من عمان، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. سيد لبنون، التسريبات كانت منذ أن تولت الإدارة الأمريكية هذا الملف وتحدثوا عن صفقة القرن، عديد من التسريبات نشرت لم تنفى، لماذا في هذا التوقيت تنفى الأنباء نبأ تلو الآخر من قبل كوشنر وغرينبلات؟ وهل تعتقد بأن من خلال غرينبلات يوجه رسالة للعالم العربي سواء لمصر أو حتى للأردن أو حتى للفلسطينيين بأن هذه خطة في نهاية المطاف قد تكون معتدلة؟ لا، بسبب التسريبات اللي احنا سمعناها، لذلك هنالك رد فعل أمريكي الذين ينفون كل هذه التسريبات. هذا هو يعني شيء بسيط جدا، ولكن دعني أقول بصورة، إذا أنا تطلعت على الصورة بأكملها، وربما أقول يعني شيء شوي يعني صعب إذا سمحت لي، العلاقات بين الولايات المتحدة مع الأردن مع إسرائيل ومع مصر هي على المستوى الاستراتيجي. العلاقات بين الولايات المتحدة مع السلطة الفلسطينية أو الفلسطينيين هي على المستوى التكتيكي، يعني مختلف جدا. ماذا تعني بالتكتيك؟ معني بذلك أنه الولايات المتحدة مع تقديم صفقة القرن ليس باستطاعتها أن تمس بالحقوق القومية والأمن القومي لا للأردن ولا إسرائيل ولا لمصر. نحن نتحدث على إسرائيل، لذلك هنالك بند، هنالك ركن الأمني أساسي لدولة إسرائيل، وكوشنر قال بصورة واضحة نحن سنعطي إسرائيل 100% الأمن، هو قال ذلك. وماذا تعني تكتيكي فيما يتعلق بالتعامل الأمريكي مع الفلسطينيين؟ يعني أنه الفلسطينيين إذا أرادوا أن يعيشوا بسلام، وأنا موافق تماما أنه هذه هي خطة وليس يعني سلام الذي يفرض على الأطراف، على الطرف الفلسطيني أن يكون لين أكثر مما كان عليه اليوم، وليس باستطاعتها أن يقوم بدون قراءة هذه الصفقة يقول أنا أرفضها من أولها إلى آخرها تفصيلا وجملة. نعم. يعني من المستحيل، الأمريكان لا يرفضون ذلك، ولذلك هي على المستوى التكتيكي، وأنا أظن أنه سيكون أفضل للطرف الفلسطيني أولا أن يقرأوا مرة أو مرتين الصفقة وبعد ذلك يردون عليها. طيب، أرحب بضيفي من رام الله عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني عبد المجيد سويلة، مرحبا بك معنا سيد عبد المجيد. نتحدث هنا في الاستوديو بالأساس عما نشر من تصريحات من قبل المبعوثي السلام الأمريكيين، وخصوصا غرينبلات في التغريدة الأخيرة اليوم بحديثه ونفيه الأنباء حول كونفدرالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن، وكأنها رسائل أيضا تأتي لجميع الأطراف منها العربية ومنها الطرف الفلسطيني. كيف تقرأ ذلك سيد سويلة؟ أولا أنا يعني قراءتي أنه يوجد ملهى، لا أعرف إذا كانت كلمة ملهى باللغة العربية واضحة، ملهى يهدف إليها يعني المستشارين ترامب، مرة يقولون بأن المسألة تتعلق ب90% من الضفة الغربية، ومرة ب60% من الضفة الغربية، ومرة يقولون بأن القدس ما زالت يعني موضوع المفاوضات، ومرة يقولون بأن ترامب حسم موضوع القدس، يقولون مرة بأن قضية اللاجئين يمكن أن تناقش، ومرة يقولون أنها خارج إطار النقاش. يعني نحن أمام ملهى، ملهى بمعنى بقت كل 3-4 أيام تخرج تغريدة إما للرئيس ترامب أو لغرينبلات أو لكوشنير، ويقولون أشياء كثيرة لا يفهم منها شيئا. الحقيقة أن المقصود من هذا كله هو الخديعة. ما هي هذه الخديعة؟ الخديعة هو أنه يوجد صفقة أمريكية ستطرح تعطي أملا للفلسطينيين
ولذلك يطلب منهم ألا يتعجلوا. وبعد أن تكون أمريكا قد حسمت مع إسرائيل موضوع القدس وموضوع اللاجئين وموضوع أن الأراضي لن تعد متنازع عليها، لن تعد فلسطينية وإنما متنازع عليها، وأن الاستيطان شرعي أو شبه شرعي أو يمكن التفاهم أو يمكن ضم المستوطنات، يمكن ضم إضافة إلى المستوطنات بعض المناطق بالمناطق جيد، هذه هذا الضباب، هذا الكلام المخادع لا يفيد لا في حل القضية الفلسطينية ولا في حل الصراع الإسرائيلي. بهذه النقطة، هذا الصراع عمره 100 عام، نعم، يحل بواسطة الالتزام بالقانون الدولي. سيد سويلم، الفلسطينيون تخوفوا من قضية توطين في سيناء نفته الإدارة الأمريكية، خافوا من قضية كونفدرالية مع الجانب الأردني وتوطين لاجئين الفلسطينيين في الأردن أيضا نفي من قبل هذه التصريحات. حتى عندما نشر الحديث عن أن صفقة القرن لا تتضمن دولة فلسطينية، البيت الأبيض نفى ذلك. ألا يقرأ الطرف الفلسطيني من كل هذه التصريحات بأنه قد تتضمن صفقة القرن نوعا من إقامة دولة فلسطينية ليس الآن ربما مستقبلا أو حتى لا ربما الآن؟ دعني أكون هنا صريحا للغاية. نحن ومفترض وأنا أفترض أن القيادة الفلسطينية يجب أن تكون منفتحة على كل شيء عندما يطرح في حينه، لكن أن يقال بأن القدس قد انتهت وأن اللاجئين يعني أصبحوا وراءنا وأن موضوع ضم المستوطنات ممكن وأن هذه الأراضي ليست فلسطينية وإنما متنازع عليها، بعد ذلك يقولون بأننا لم ننفي لم نؤكد لم نقل ذلك، ربما هذه التكهنات هذه التسريبات. يا سيد الفاضل، نحن في خديعة. أنا أسألك وأسأل ضيفك الكريم وأسأل ضيوفك، لو كنتم مكان الفلسطينيين وطلب منكم الآن بعد كل ذلك أن تبدوا المرونة والتنازلات، قل لي ما هي الأشياء التي يجب أن أبدي بها مرونة وعن أي أشياء يجب أن أتنازل، قل لي أنت، حتى أكون أنا مرن وحتى أكون حضاري وحتى أكون مسالم وحتى أكون من الجماعات المتنورة واللي عقلها مفتوح. أنا أريد أن أكون كذلك، دلني دلني على كيف أفكر، ما الذي يجب أن أتنازل عنه؟ طب دعني أطرح ذلك على سيد لبنون. تفضل. وأيضا سيد لبنون، أنا أطلق أريد أن أرد عليه كمؤرخ وكشبه نصف أمريكي نصف إسرائيلي. الخطأ الذي يرتكبه الفلسطينيون ارتكب الفلسطينيون بعد كامب ديفيد مع باراك وبعد أولمرت هو الأمر الوحيد الذي يجب ألا يفعله هو ألا يقولوا لا، بل أن يعودوا بمقترح بديل. تاريخيا الخطأ الأكبر للشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية كان أنهم لم يعودوا بخطة بديلة أو مقترح بديل. لا تستطيع تقول لا ولا أريد أن أتحدث عن ذلك. تستطيع تقول نعم، أوكي نعم أتقبل الفكرة، ولكن غير ألف با جيم دال. يجب أن تخوض مفاوضات وأن تقدم أجوبة ولا ترفض ذلك ولا تعود بالمرة. هذا كان الخطأ التاريخي، وأمل أن هذه المرة لن يرتكبوا نفس الخطأ. أنا شخصيا أتمنى ذلك. سيد سويلم، حدث ذلك في فترة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عندما خرج شارون وقال أنا أرفض الخطة التي تتحدث عن بند وبند وبند ورفض 12 بندا، وخرج الرئيس الفلسطيني في رام الله وقال أنا أتقبل الصفقة في محاولات سياسية. هنا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتخذ خطوات لربما قبل الإعلان عن الصفقة. هل ينتظر الطرف الفلسطيني ليرى بنود هذه الصفقة أم أن الرفض تام؟ يا سيد الفاضل، الرئيس محمود عباس أكثر الرؤساء اعتدالا وأكثر رجل في تاريخ فلسطين الحديث، يعتبر مرن ويعتبر مؤمن شديد الإيمان بعملية السلام، وخاض مفاوضات جادة جدا مع السيد أولمرت، ووصل هو والسيد أولمرت إلى مستوى متقدم جدا في تلك المحادثات، وأنا مطلع شخصيا على ما وصلت إليه الأمور وبالبنود وبالتفصيل الممل. نحن كنا أو كدنا نكون على أبواب اتفاق تاريخي، ثم جاء الذي جاء وتعرفون قصة السيد أولمر. الآن في كامب ديفيد الذي طرح علينا في ذلك الوقت لم يكن لا دولة فلسطينية ولم يكن اعترافا بحق اللاجئين ولم يكن هناك أي إشارة حقيقية لمسألة القدس، وطرحت مسألة القدس أيضا بضبابية شديدة. وعندما طرح الرئيس الأسبق كلينتون
مبادرته المعروفة أبدت القيادة الفلسطينية مرونة كافية في ذلك الوقت. أذكركم الآن بأننا عندما عدنا إلى طابة في المحادثات بعد كامب ديفيد الذي انسحب والذي رفض هو في ذلك الوقت أهود براك ولم تكن القيادة الفلسطينية، وأذكركم الآن بأن سيد نتنياهو كان قد رفض أوسلو كلها ومن حيث المبدأ، وهو الذي قال سأسقطها لأنها تمثل بداية اعتراف إسرائيلي بدولة فلسطينية. يعني قلب الحقائق لا يفيد أحدا، وقلب الحقائق لا يفيد التاريخ ولا يفيد أجيال المستقبل. الشعب الفلسطيني تنازل أولا من زاوية الشعب الفلسطيني وفهم الشعب الفلسطيني، قدم أكبر تنازل عام 88 عندما قال أعترف بدولة إسرائيل على حدود 67 ولا أريد القمر، أريد دولة فلسطينية على حدود 67. طيب سيد هذا هو الذي طلب الشعب الفلسطيني. نعم ابقى معي. اعترف القانون الدولي والشرعية الدولية للشعب الفلسطيني بهذه الحقوق. ما الذي يضير الإدارة الأمريكية أن تقول بأننا وفق قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية؟ طيب. نحن لدينا هنا في الاستوديو سيد سويلم على إقامة دولة فلسطينية بحدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لها، ولكن نترك أمور ترتيب هذه الأمور للمفاوضات بين القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية. لماذا لم تفعل الإدارة الأمريكية هذا؟ طيب وصل التساؤل. أعود إلى السيد ليفانون. لدينا هنا في الاستوديو سفير ودبلوماسي إسرائيلي سابق ويعلم بنود المفاوضات السابقة ومحيكة في السابق. سيد ليفانون، الطرف الأمريكي يتحدث عن تنازلات صعبة من الطرفين، عن أي تنازلات يتحدث فيما يتعلق بالطرف الإسرائيلي؟ أنا أقول لك تساؤل الجمهور أيضا فيما يتعلق بهذه القضية، وأنت تعلم ما جرى في السابق. بكل صراحة حسب قراءتي للموقف، صفقة الكون هي تضع كل الأطراف أمام الحقائق ليس أكثر من ذلك، وتقول لهم هذه هي الفرصة، إذا أنتم أخذتوها أو تركتوها هذا يعني شأنكم أنتم. لذلك أنا أظن هذه هي الأهمية لصفقة الكرم. لماذا يكررون الحديث عن تنازلات سيد ليفانون؟ طول لي بالك. ما هي تنازلات؟ طول لي بالك، خدني بحلمك. النقطة الثانية، ضيفك الكريم يتحدث على موقف الفلسطيني ويتحدث على اللاجئين الفلسطينيين والآخرين، ولكن بالإضافة إلى موقف الفلسطينيين هنالك موقف آخر، النزاع هو بيننا وبين الفلسطينيين، الفلسطينيين وبين الإسرائيليين. لذلك علينا لإسرائيل أيضا مواقف على الطرف الفلسطيني أن يأخذها بعين الاعتبار أيضا. عندما نحن نتكلم على اللاجئين على سبيل المثال، هنالك 950 ألف لاجئ يهودي الذين تركوا الدول العربية، ما سيحصل معهم؟ لماذا نحن نتحدث فقط على اللاجئين الفلسطينيين؟ النقطة الثانية هي، وأنا أظن أن هذا للأسف الشديد هو خدعة، يتحدثون على 67 في قرار مجلس الأمن 242 وهو الأساس لكل عملية السلام، لن يذكر هنالك 1967، وكل شخص يعني باستطاعته أن يروح للأرشيف ويقرأ هذا القرار. فيما يتعلق بالتنازلات، عود إليك من جديد في الملفات السياسية، ملفات واضحة، عن أي تنازلات نتحدث؟ أنا ما بعرف شو سيكون صفقة القرن، ولكن التنازلات من الطرف الفلسطيني ومن الطرف الإسرائيلي مفروض أن يكونوا بصورة يعني يرجع الفلسطينيين واليهود إلى الإسرائيليين إلى مائدة المفاوضات لكي نحل المشاكل، بما أنه بدون حل المشكلة بيننا وبين الفلسطينيين لا أمريكا ولا أبو أمريكا باستطاعته أن يفرض علينا أي حل. طيب سيد شولمان، أعود إليك. في البداية ملامح هذه الصفقة كانت واضحة لجميع الأطراف، وكان هناك تخوفات دعنا نقول عربية أو فلسطينية مما سيطرح. الآن وقبل فترة ضئيلة من الإعلان عن هذه الصفقة نشاهد هذه التصريحات التي تنفي كل ما تم الحديث عنه، أي تنفي كل المخاوف. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أمرين إضافيين، أولا أنه يقررون باللحظة الأخيرة وأنهم لم يقرروا يتخذوا قرار مسبقا وينتظروا أجوبة من هنا وهذا وهناك، وهم يريدون كما قلت سابقا لا يريدون أن تكون مفاجأة، لا يفهم أحد أي شيء في قابل أن يأتي الصفقة الخطة كمفاجأة تامة، وألا يرفض الناس الخطة قبل قراءتها. يجب أن نأخذ بأمر بالحسبان أمر قالهما كوشنر، وهذا نعرف ما قاله، وقال أنه سيكون هناك
طلب الطرفان أن ينفذوا تنازلات صعبة، وأعتقد أن أولا أن من الجانب الإسرائيلي سيكون تنازل بالنسبة لوقف وتجميد البناء في المستوطنات، بالنسبة من ناحية سيكون هذا تنازلا صعبا على إسرائيل، بالنسبة للفلسطين سيكون نقاط في القدس ومناطق أخرى. وقال شيئا آخر أن فكرة الدولتين لم تنجح. ما معنى ذلك؟ هناك العديد من الأشخاص الذين يدبرون عن ثلاثة دولات أربع دولات، هناك العديد من الأفكار في الفترة الأخيرة طرحت في الأجواء، لا نعرف ماذا سيكون. سيد مارك شولمان مراسل مجلة نيوزويك الأمريكية، شكرا جزيلا لك، شكرا وصولك سيد إسحاق ليفانون السفير الإسرائيلي الأسبق، وشكرا لك أيضا سيد عبد المجيد سويلة الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، كنت مع عبر سكايب من رام الله. مشاهدي الكرام، دعونا نخرج إلى فاصل قصير ونواصل هذا المساء، فابقوا معنا.